فانا عايزه بقى رساله كده من كابتن ماهر ذو الخبره الكبيره، وبطولات دي عدت عليكم قبل كده وقدمتوا لنا وكتبتوا التاريخ برضو في جيلكم، رساله هنختم بيها مع حضرتك لان الوقت خلص. وانا قبل ما لان انا كمان هروح مع حضرتك بقى، كريم عنده فقره طبيه. كريم احنا نروح نفطر بقى كابتن ماهر. لان كريم هيكون عنده فقره طبيه، بس قبل الختام يا رب ان شاء الله دايما كده نكون سعداء بفريقنا وفي ظهر فريقنا، وحاجه محترمه جدا. انا عايزه اشكر كل شخص كان من قلبه عايز يسافر، واللي استطاع واللي ما استطاعش ان هو يسافر. كفايه الدعم وكفايه الرغبه اصلا ان انت تكون في يعني بتؤازر فريقك وفي ظهر فريقك، دي حاجه كبيره جدا جدا، واعتقد لاعيبتنا محتاجينها. ان شاء الله خير، ونجي لكم بكره ونقول صباح النصر باذن الله يحصل. يا رب ان شاء الله باذن الله. رسالتك بقى بالتوفيق للنادي الاهلي طبعا، لكل المنظومه الاهلاويه النهارده. 11 يا اهلي، ده شرف لينا كلنا وسام على صدرنا. ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نرجع واحنا رافعين الكاس، وطبعا دي اقل حاجه مقدمها لمصر الحبيبه يعني. ربنا يكرم ان شاء الله باننا بعد بكره مش بس نبتدي بقى بجمله نهاوند الشهيره، جمله صباح النصر، لا نقول كمان بقى ايه ال 12 يعني. ان شاء الله باذن الله هيحصل على فكره من النهارده بالليل ان شاء الله.